السيد الحلبوس وهو رئيس مجلس النواب، من الممكن أن تكون هنالك تأثيرات كبيرة عندما يتمتع بإجازة، لأن هو يمثل برلمان العراق، وبالتالي هم كانت لديهم قبل فترة إجازة تشريعية وإجازة مدة طويلة. إذن لا يجوز الآن ونحن في هذه الأمور الصعبة من عدم إقرار الموازنة، إمرار قانون سانت ليغو، هذه إضافة إلى قانون النفط والغاز، أن يذهب الحلبوسي بإجازة، لأن مصلحة البلد يجب أن تكون فوق كل المسميات. من حقه إن كان مريض أو لديه مراجعات طبية فمن حقه أن يتمتع، ولكن أن يترك البرلمان ويهدد، أنا كما شاهدت التقرير بأنه ستكون إجراءات هناك لعدم موافقة الإطار على بنود وشروط الاتفاقات السياسية قبل ترشيح السيد السوداني. نحن أنا نوهت في لقاء على قناتكم الموقرة، قلت أن أي اتفاق، قلت عندما تحالف الكرد والسنة مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة، قلت بأن هذا الاتفاق سيكون هش وسيكون مصيره الانقسام. نعم. الكل يريد مصلحته الشخصية، الكل يحاول وهذا من حقه، ولكن ليس على حساب مصلحة العراق. نعم هناك قوانين ودستور، نعم كان هناك اتفاق سياسي بين تحالف السيادة والكرد والإطار التنسيقي لإمرار الحكومة، ولكن كيف يوافق الإطار التنسيقي على أن يلبي شروط هذين المكونين السني والكردي؟ لأن الدستور والقانون يختلف عن، يا سيدتي الكريمة، يختلف عن الدستور. الدستور شيء والقانون والاتفاق السياسي شيء آخر.